في ضمن نظرية العرفاء أكو فد نظرية أخرى هواي لطيفة. الآن ماذا قالوا؟ التفت جيدا، عقل صار في قبال القلب والقلب صار في قبال يعني أداتان للإدراك ما هما منفصلة إحداهما عن الأخرى. نظرية ثالثة ينقلها السيد الطبطبائي، هل يوم روحوا ابحثوا عنها، أنا لا أعلم أنه ينقلها عن ابن سينا، ولكن أين مصدرها؟ ما أنا إلى الآن لم أجد. الأعزاء إذا يستطيعون يبحثون مولانا أنه هذه مصدر هاي الكلمة من أين. ينقل عن الشيخ ابن سينا يقول أساسا العقل ليس مدركا، القلب هو المدرك. هذا من دي يقوله؟ ابن سينا، ها الفيلسوف دي يقوله مو العارف. القلب هو المدرك والعقل أداة إدراك القلب. كيف أن البصر يبصر والعين ماذا؟ أداته. العين مو هي الباصرة، العين ما هي؟ أداة قوة في النفس هي الباصرة. فالعين شو الصفة؟ العين ما هي؟ أداة الإدراك. هاي النظرية هواية عميقة، الحق والإنصاف. يعني هذا حفظ القلب وحفظ ماذا؟ العقل، وأعطى لكل منهما دوره وقيمته الخاص. هذا المعنى يشير إليه السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الثاني صفحة 225 في ذيل الآيات 224 إلى 427 من سورة البقرة. يقول: وقد رجح الشيخ أبو علي بن سينا كون الإدراك لمن؟ للقلب. وقرأنا الآيات القرآنية التي أشارت لهم قلوب لا يفقهون. ما أدري واضح ولا؟ كون الإدراك للقلب، إذن ما هو الدور العقل؟ بمعنى أن دخالة الدماغ فيه دخالة الآلة، مو المدرك هو العقل. العقل والدماغ ليس هو المدرك، وإنما هو ماذا؟ آلة إدراك القلب. فللقلب الإدراك وللدماغ ماذا؟ ها؟ الوساطة. هذا اللي يقول شوفوا هنا مبين في شقد، ها شقد مبين المطلب هنا سيد الطبطبائي في سطر، اما تعالوا الى الفارسي سبعه اسطر مبين. ملتفتين ولا؟ هذا معناه انه هنا يجد اكو غموض في المطلب، فتوضيحه وتفصيله وين جاي؟ بالفارسي في المجلد الثاني الفارسي صفحة 337. يقول الشيخ أبو علي بن سينا درئين مسألة كمركز إدراكات وصفات نفساني در ساختمان بدن إنساني چيست. أولا يطرح المسألة، ما هو دور الدماغ بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى القلب. إن احتمال را ترجيح داد أست، رجح هذا الاحتمال كهمون قلب باشد بإن معنى، يعني أن القلب هو المدرك. بأي معنى؟ بإن معنى بعد شرح ماذا؟ شرح هذا الذي تقدم. إن بإن معنى كقلب مركز همي إدراكات وشعور باشد ودماغ تنها جنبي أبزار داشت باشد، همون طور كچشم آلة بينائي وقوش آلة شنوائي إلى آخره، كما أن العين آلة قوة الإبصار والأذن والأنف إلى آخره. هذه نظرية، فالنظرية واقعا بعد لا تقصي العقل ولا تقصي القلب، وتنسجم كاملا أيضا مع النظرية القرآنية، أن القرآن ده يعطي ماذا؟ يعطي قيمة لهما، يعني للعقل وللقلب معا.